الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مع درس جديد إن شاء الله من كورس فوتوشوب. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا اسمها الماسك في الفوتوشوب. إيه هو الماسك في الفوتوشوب؟ الماسك ده عبارة عن قناع. أنا بعمل قناع لجزء معين من الصورة اللي قدامي، بقدر أظهر وأخفي فيها أي جزئية أنا عايزها. إزاي؟ أول حاجة طبعا أدي أنا مختار الصورة دي هشتغل عليها، عايز اعمل ماسك. بعمل ماسك منين؟ قلنا بنروح لقائمة لاير او البانل بتاع لاير، بلاقي تحت مربع في دايرة بيضة، بضغط عليه بلاقي نزل لي جنب اللاير مربع ابيض. المربع ده هو ده الماسك، معنى ان هو لون ابيض يبقى انا بشتغل في البانل. في الالوان هنا بشتغل باللون الاسود، لان انا شغال باللون الاسود كده بقدر اخفي اللي انا عايزه. تمام. طيب لو اشتغلت باللون الابيض مش هيعمل اي حاجه، لان هنا الكالر بتاعي ابيض. طب اقدر اغير الكالر ده؟ اقول لك بضغط عليه ضغطه وكنترول باك سبيس، اكني بلون باك جراوند عادي جدا. طيب هنشتغل بيها ازاي؟ انا بحدد الماسك بتاعي وبختار البروش، بختار حجم البروش، وبعد كده بعمل اكني برسم اي جزء اي في الصورة أنا عايز أظهره. طبعا كل اللي بره ده بيبقى شفاف، يعني بقدر أسحب الجزئية دي وأحطها في أي شكل أنا عايزه. ولذلك الماسك ده استخدامه كتير قوي، لأنه بيسهل لي في شغل الصور حاجات كتير قوي، وإن شاء الله في التطبيق هنتعلم كل ده مع بعض. تمام. طيب أنا عايز أرجع مثلا عن الخطوة دي، بقوم مبدل الكالر بتاعي وبعمل كده، برجع تاني عن اي خطوة او اي حتة انا عايز اخفيها في الصورة اللي انا بعمل لها ماسك. طيب يا ترى بتعامل مع الماسك بالبروش بس؟ لا، هقول لك ممكن اتعامل مع الماسك بالجريديانت. بختارها ازاي؟ بختار الجريديانت، بلاقي دايما في قائمة الجريديانت بلاقي اول واحدة تاني واحدة بلاقيها فيها ترانسفورم، يعني شفافة، واختار دايما بتبقى يا ابيض يا اسود، بختار انا دي. وطبعا انا لو لقيتها بيضة بضغط هنا على الاوبشن بار، بضغط على المربع ده بيظهر لي هنا اللون، بقدر اختار اللون اللي انا عايزه. انا عايز اللون الاسمر، لان هنا الماسك بتاعي شغال على اللون الابيض، وبسحب كده. طب ده بيفيدني في ايه؟ ده بيفيدني اللي احنا شايفينه دلوقتي ده، لما باجي ادمج اكتر من صورة مع بعض. الماسك ده بيسهل لي حاجات كتير قوي، زي ما احنا شايفين بقدر اعمل زي ما احنا شايفين كده، اخفي اي جزء في الصورة، وبالتالي لما بحط اي صورة تحتي بتبقى زي ما انتوا شايفين كده، اي صورة اي لون بقدر اخفي. ونلاحظ حاجة، لما باجي اتعامل مع الماسك دايما احدد او اضغط على المربع اللي جنبه مش اللاير. هوريكوا ازاي. انا لو ضغطت على اللاير بتاعي وجيت عملت جريديانت بلاقيه بيعمل معايا جريديانت، انما لو ضغطت على الماسك بلاقيه بيعمل لي هيدن للجزئية اللي انا بمشي عليها، وبالتالي الماسك ده بيساعدني كتير قوي في دمج الصور. تمام لحد دلوقتي مفيش اي مشكلة ان شاء الله. طب عايز امسح الماسك ده، عايز اعمله ديليت، بقف عليه كليك يمين ديليت ماسك، كده بيتمسح الماسك بتاعي. طب ممكن اعمل ايه بالماسك تاني؟ ممكن اعمل بالماسك اكتب اي تكست. قلنا نضغط تي من الكيبورد عشان ننشط التول بتاع التكست. اكتب مثلا حرف الام. خليها رسترايز تيب، بحولها من لاير تكست للاير عادية عشان اقدر اتعامل معاه. طيب ممكن اعمل ايه دلوقتي؟ انا ممكن اعمل دوبليكيت من صورة الفار دي عن طريق ان انا امسكها واسحبها على اللاير هنا بيعمل لي دوبليكيت، او اضغط من الكيبورد كنترول جي بيعمل لي دوبليكيت، او ممكن اعمل كليك يمين عليها دوبليكيت لاير اقول له اوكي، بطلع لاير فوق ولاير تحت.
طيب كده حرف الام مش باين، لاننا اتكلمنا في درس اللاير ان ترتيب اللاير مهم، لان لما بحط لاير فوق لاير ممكن ما تبانش زي ده كده. بس انا هعمل هنا حاجة تبع الماسك، ان انا هدخل صورة الفار جوه حرف الام. ازاي؟ بقوم عامل كنترول الت جي في الاصدار سي اس 4، كنترول الت جي في الاصدارات القديمة بتبقى كنترول جي بس. طيب كده برضو مش باينة معايا، بعمل انا هيدن او بقلل الاوبست شوية للصورة اللي تحت، بلاقيها ظهرت معايا. كده انا بقدر اتعامل مع الماسك بالسهولة اللي انا متخيلها، بقدر احرك حرف الام ده، بقدر اعمل حاجات كتير قوي بالماسك، ممكن اخفي دي خالص، بيبقى معايا الماسك بالشكل ده. لحد دلوقتي مفيش اي حاجة صعبة. طيب ممكن اعمل ايه بالماسك تاني؟ في حاجة عندي هنا بلاقيها في اخر التول، اللي هي الكويك ماسك، بلاقيها مربع، شكل المربع اللي هنا بالظبط بس من بره ابيض، او اختصاره من الكيبورد كيو. اول ما بنشط الخيار ده بضغط على البروش وباجي احدد اي جزئية بلاقيه عامل لي لون احمر، ده اسمه الكويك ماسك. بحدد كده اي حاجة، تمام. بعد ما بخلص خالص بضغط عليه برضو بلاقيه قلب لي اللون الاحمر ده سيليكشن. يعني حاليا دلوقتي ممكن اعمل اختار الريكتانجل تول واقول له لاير كوبي، بلاقي شوف عمل ايه، بقدر اعمل منها كات وكوبي، ممكن امسح، ممكن اعمل اي حاجة بيها. طيب ممكن اعمل بيها ايه تاني؟ ممكن اعمل انفرس للسيلكت ده، يعني بقلب السيلكت عن طريق ان انا ادخل على سيلكت واقول له انفرس، يعني اعكس للتحديد كده. لما اجي اخد كوبي بيطلع لي الجزء اللي انا خدته كوبي، بيطلع لي الجزئية دي لان انا عملت انفرس. طيب اختصار الانفرس ده ان الكيبورد كنترول شيفت اي، كنترول شيفت اي، بقدر اعمل انفرس للسيلكت. طبعا شورت كات دي مهمة جدا، حاولوا تكتبوها معايا علشان ان شاء الله شغلنا الجاي في التطبيق هنحاول نشتغل كله شورت كات. طيب ممكن اعمل ايه تاني بالماسك؟ الماسك ده ممكن في شغل الفوتوغرافيا ممكن مثلا اغير بيه لون عين، يعني اختار الماسك كويك ماسك، اختار بروش مثلا، ممكن اختار الجزئية دي واعمل انفرس. كده انا حددت العيون، ممكن اعمل كنترول الهيو ساتوريشن، ممكن اغير اللون زي ما احنا شايفين، ده القديم وده اللون الجديد. فالماسك استخداماته كتير قوي، وان شاء الله بالممارسة هنعمل ان شاء الله كل حاجة ممكن نستخدمها بالماسك. طب في ايه تاني ممكن نستخدمه؟ في بانل جديدة نزلت في الاصدار CS4 اللي هي الماسك. الماسك دي نفس اللي احنا عملناه بالظبط بس على شكل بانل. هنا عندي مديني التول دي اللي هي على شكل بين تول، لما بحددها وبختار البين تول من البانل وببدأ، طبعا ببدأ ارسم كده. قلنا بنختار الشكل البن وبنختار البن تول، بس قبل كده بعمل ده بعمل لير ماسك، وبعد كده بختار التول دي وبختار البن تول وببدأ ارسم، بيظهر لي الشكل اللي انا بحدده، وبلاقي عندي الدنستي بيعمل لي زي اوبستي ما بين الجزء اللي انا بعمله ماسك والجزء اللي انا بره الماسك، والفيزر ده بيعمل لي
زي ما انتوا شايفين الحدود بتاعتها بيحاول ينعمها لي، بيدخلها لي ما بين الصورتين زي ما احنا شايفين كده. ده الجزء اللي معمول له ماسك، وده الجزء اللي معمول له دينستي من الماسك. بكده احنا اتعرفنا بشكل سريع على التول، او اتعرفنا ايه اللي ممكن يتعمل بالماسك. وطبعا احنا دلوقتي في مرحلة الدروس الاساسية اللي بنفهم فيها التول بتاعتي دي بتعمل ايه، او بشوف بشكل عام واجهة البرنامج دي ازاي بتعمل معاه. كل الشغل ان شاء الله هيبقى في التطبيقات، اللي هو هنشوف عمل معين ونبدأ نطبقه مع بعض، هنتعرف على كل خطواته وايه اللي ممكن اغلط فيه، وايه ايه التول اللي ممكن استخدمها. يعني ممكن اعمل تبديل ما بين التول بدون نفس الغرض ازاي. يعني مثلا نلغي ده، نرجع كده. احنا قلنا ممكن اعمل ماسك ديليت، قلنا ممكن اعمل ماسك واقوم عامل جريديانت بيعمل لي هيدن كده. طيب دي طريقة، في طريقة تانية ممكن استخدم البروش، نعملها على الابيض. ممكن استخدم البروش هتعمل لي نفس الطريقة. يعني في تول كتير ممكن نبدل بيها مع بعض علشان نوصل لحاجة معينة. فكل ده ان شاء الله هنتعلمه مع بعض في الدروس التطبيقية. استنوني ان شاء الله مع الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله.